بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو السابق تحدثنا عن البروجرام كنترول انبوت اوتبوت، بس قلنا مشكلته او مشكله البروجرام كنترول انه فعليا بزيد حمل السي بي يو، فالسي بي يو او البروسيسر بيظل دائما يتفحص اذا اجى انبوت او لا، او بيظل يتفحص اذا الاوتبوت فضي او لا، وبالتالي هاي راح تستهلك سي بي يو سايكل بشكل كبير. وزي احنا ما شبهناه زي انه شخص قاعد بيستنى ايميل مثلا، بيستنى يجي ايميل، فبيظل طول فتره يعني طول يعني بيظله يعني طول حياته يظل يروح يعمل تشيك ايميل تشيك ايميل، برد يشوف تشيك ايميل هل وصله ايميل او لا، وبالتالي راح يستهلك من هذا الشخص وقت كبير، وبحيث انه ينسى كل اشغاله. اوكي ليش؟ لانه بده يضل يعمل تشيك ايميل، بعدينك بده يروح ويرد يرجع ويعمل تشيك ايميل. اوكي، اذا فقلنا لابد من وجود طريقه افضل واحسن من هاي الطريقه، اوكي، وهي هاي الطريقه هي الانتربت انيشيت انبوت اوتبوت. طيب خلينا اشبه لكم اياها قبل ما نبدا نشرحها، وهي كيف. الان بدال هذا ما يضل الشخص يعمل تشيك ايميل ويضل يفحص ويضل يفحص ويضل يفحص ايميله اذا اجى ايميل جديد او لا، لا شو بعمل؟ بترك الايميل وبروح بتفضل اشغاله. الان مجرد الشخص الثاني مبعث له ايميل برن عليه، بعمل له انتربت، بقاطعه، برن عليه بقول له الو وصلك ايميل، فطوالي هذا الشخص معناته بروح بفحص ايميله وبلاقي الايميل وبقراه، وبالتالي بيظل الشخص تبعنا اللي بيستنى هذا الايميل بالتالي مش راح يستهلك كل وقته، ويظل دائما يعمل تشيك ايميل زي الطريقه الاولى، لا بيظل مشغول باشغاله العاديه. اوكي، الان لما يجي ايميل الشخص الثاني بيقاطعه او بيودي له بيتصل معاه بقول له وصلك بقول له وصلك ايميل روح افحصه، وبالتالي هاي الطريقه رايحه تكون اسهل وافضل من الطريقه الاولى. الان فعليا الانتربت او طريقه المقاطعه هي open communication only when some data has to be passed، وهي نسميها interrupt اللي هي عمليه المقاطعه، وهي انه عمليه الكوميونيكيشن بتوين الانبوت ديفايس وبتوين السي بي يو بتصير متى بس تصل الداتا او بس يكون في عندي داتا بدها تتعالج. اوكي، الان the input output interface monitors the input output device، وبالتالي مسؤوليه الانبوت اوتبوت انترفيس فقط بدل السي بي يو، يعني بدل انا كشخص ما اظن اعمل تشيك ايميل، لا بظن انا مشغول باشغالي العاديه، اوكي مجرد ما وصلنا الايميل الشخص الثاني بيرن عليه بقول لي وصلك الايميل. اوكي، الان بقطع شغلي بوقف شغلي وايش بروح بعمل تشيك ايميل، بالتالي من هون اجت فكره الانتربت، كلمه انتربت. Now, when the interface finds that input-output device is ready for data transfer, it generates an interrupt request to the CPU. الآن لما الواجهة تلاقي إنه وصل إنه the input-output interface جاهز لعملية نقل البيانات، تعمل لي انت هاي بتيجي الانترفيس الانبوت اوتبوت انترفيس تعمل لي مقاطعة على مين؟ للسي بي يو تبعنا. يجي السي بي يو تبعنا بيوقف شغله وبروح شو بعمل؟ بعمل عملية القراءة أو الكتابة. طيب الآن كيف بتتم هاي العملية؟ أوكي، الآن السي بي يو قاعد بيشتغل، قاعد بنفذ instruction، بيعمل في ديكود اكسكيوت. الآن إجا مقاطعة، طوال السي بي يو شو بيجي بيعمل؟ بيكمل هاي الشغلة اللي عليه، بيوقف شغله، أوكي، يوقف عملية الفيش دي كود اكسكيوت وايش؟ وبروح بنفذ ايش؟ روتين او بروح بقفز للسيرفيس روتين. اوكي، روتين هو عبارة عن فانكشن او هو عبارة عن جزء من كود بتنفذ. اوكي، هذا الروتين هو المسؤول عن معالجة الداتا اللي اجتني او اللي بتتروح. بعد ما يخلصها شو بيعمل؟ بيرجع لشغله الاصلي زي الشخص العادي بالضبط، يكون هو يعمل بأعمال العادية، اجرن عليه قال له وصلك ايميل، بيجي هذا الشخص بوقف شغله، بيجي بفحص ايميله وبرد عليه أو بعمل أي شيء، بس يخلص برجع لشغله الأصلي. الآن حتى تكتمل هاي العملية في شيء اسمه IEN، وهي اسمها Interrupt Enable Flip Flop، طبعا في تو انستركشن مسؤولات عنها، هي عبارة عن Flip Flop هي مسؤولية إنه Interrupt Enable.
وهي كان الـ IEN يمكن تكون صفر أو واحد. Can be set or cleared by instructions طبعاً الـ IEN. هسا لما تكون cleared يعني لما تكون صفر هاي الـ IEN the computer cannot be interrupted. أوكي هيك حسب يعني هاي الـ IEN flip flop لما تكون صفر ممنوع حدا يقاطعها. أوكي شلون لما الواحد مثلاً يكون على سبيل المثال نايم أوكي أو بده يرتاح ونايم فشو بيجي بعمل خلوي silent اوكي بيعملوا ساينت او ممكن يطفي وبالتالي هيك كانه ايش المقاطعه منحها. اوكي هاي هي الاي اي ان هي عباره عن فليب فلوب راح تساعدنا في عمليه الانترنت. الا وبالتالي راح يكون عندنا تو انستركشنز تو سايكلز راح يكون انستركشن سايكل اوكي وهي عباره عن السايكل الطبيعيه وهي فيتش ديكود اكسكيوت اوكي فيتش ديكود اكسكيوت اوكي وبهاي الفيتش ديكود اكسكيوت الانستركشن سايكل تبعتي اوكي هاي عباره عن انستركشن التنفيذ شلون اللي هو اعمال العاديه خلينا نقول. وفي عندنا سايكل ثاني اسمها انتربت سايكل اوكي انتربت سايكل وهاي الانتربت سايكل فيها هي عباره عن السايكل اللي من خلالها راح نعالج هذا الانتربت. اوكي راح نشوف في عده اشياء راح نشوف فين بالتفصيل. الان في عندي الاربت او هي انتربت فليب فلوب اذا كانت الار صفر معناها احنا بالانستركشن سايكل واذا كانت الار واحد احنا بالانتربت سايكل. اوكي عمليه ديدكت انه احنا انه بصير مقاطعه او ما بصير مقاطعه بصير بعمليه بعد الفيتش ديكود في الاي اي ان يعني اثناء الاكسكيوشن للانستركشن في الاي اي ان ايكوال صفر ممكن تكون او الاي اي ان ممكن تكون واحد. اذا الاي اي ان ايكوال صفر وصار انتربت ولا بصير اي شيء بنظن بحاله الانستركشن سايكل. اما اذا الاي اي ان واحد يعني انيبل وصار عندي اما الاف جي اي او الاف جي او صارت واحد شو يعني اف جي اي او اف جي او الاف جي اي صار واحد او الاف جي او صار واحد الاف جي اي صارت واحد يعني اجاني انبوت يعني الانبوت ريجستر ملان والاف جي او صار واحد يعني انه الاوتبوت ريجستر فضي طوال بهاي الحاله راح يصير الار قيمته واحد وبالتالي لما الار تصير واحد معناته الان وصلنا المقاطعه. يعني ملاحظه اذا الاي انيبل صفر يعني ممنوع حدا يقاطعنا وبالتالي اذا احنا كنا بالانستركشن يعني ايش انتبه عليه اذا احنا كنا هنا بالفيش ديكود اكسكيوت حاول بحمي هاي العمليه عملت الانستركشن نفذ الانستركشن هسه عند المقاطعه مش مفعله صفر كانت اوكي الان اذا اجتنا مقاطعه اوكي اذا اجتنا مقاطعه الان واذا هي صفر ولا بصير شيء بتضلها صفر والنكست سايكل راح يكون انستركشن طبيعيه لانه انا بنفذ الانستركشن وبقول ممنوع حدا يقاطعني اوكي. اما اذا المقاطعه فعاله طيب هسه سؤال كيف نعرف انه اجانا انبوت ولا اوت اجانا انبوت او الاوتبوت متوفر اذا الاف جي او الاف جي او تفعلت وبالتالي بحاله الاف جي اي تفعلت او الاف جي او تفعلت اذا تفعل واحد منهم فالار ايكوال 1 معناها النكست سايكل بتكون هي سايكل الانتربت. يعني احنا ما دام الاي انيبل صفر اذا احنا بالانستركشن سايكل راح نظل بالانستركشن سايكل هسه الاي انيبل واحد واحنا هون موجودين فبالتالي الـ FGI والـ FGO إذا صارت واحد بأي مرحلة من المراحل أوكي طبعاً إذا كان نصفار يعني جاي لإنبوت وبالتالي راح أظن بالإنستركشن سايكل. أما إذا صار منهن واحدة راح الـ R يصير 1 وبالتالي لما نيجي على النكست سايكل راح نفوت بالإنتربت سايكل وراح نعمل هاي الأشياء اللي موجودة عندنا هون. طيب بتلاحظوا بالفيتش ديكود إنستركشن فعليا ما بصير اي عمليه يعني فعليا احنا ما بنروح على الانتربت سايكل الا لما ننفذ الانستركشن تبعيتنا. يعني اذا اجاني مقاطعه وانا بنفذ شغله معينه ما هاي انستركشن معينه ما بوقف شغلي وبروح لا بكمل هاي الشغله اللي انا فيها بعدين بروح بوقف شغلي طبعا اذا المقاطعه مفعله وانا سامح فيها واجاني مقاطعه اجاني اتصال مثلا بعمل شغلتي وبعدين بوقف شغلي وبروح للمقاطعه. طبعا لما نروح على المقاطعه فمعناته راح نفوت احنا بانتربت سايكل جديده. الان
الـ شو بصير بالانتربت سايكل؟ انتربت سايكل كالتالي بصير ستور ريتيرن ادرس ان لوكيشن 0، وهي البي سي بنحطه في ميموري اوف 0، هاي نقطه كثير مهمه. برانش تو لوكيشن 1 بنحط واحد بالبي سي. شو معنى نحط واحد بالبي سي؟ معناها النكست فيتش وين راح تكون على الانستركشن اللي على ادرس 1، وبعدين بحط صفر بالاي انيبل وصفر بالار. اوكي ليش؟ لانه فعليا الانستركشن او العمل هذا او عمل اللي بدي نفذه بعد ما حدا يقاطعني هو عمل طبيعي، هو عباره عن انستركشن سايكل، وبالتالي بدي احط صفر بالار مشان يفوت بالانستركشن سايكل، وبدي احط صفر بالاي انيبل. ليش؟ لانه بدنا نمنع مقاطعه اثناء شغلنا بمعالجه مقاطعه معينه. وبالتالي بس نخلص الانستركشن سايكل راح نفوت بس نخلص الانتربت سايكل، هذول النقطتين راح نفوت اكيد بالانستركشن سايكل حسب هذول الموجودات عندي هنا. طيب هسه شو فائده البي سي بالميموري اوف زيرو؟ ممتاز، هاي فكرتي انه انا عندي مثلا عندي معاملات قاعد بعالج فيها، انا صرت عند معامله رقم 100 اجاني مقاطعه، شو بعمل؟ بخلص هاي المعامله 100 ماشي، بس لحظه بدي اروح انفذ المقاطعه، فشو لازم اعمل؟ اخزن بمخي او اخزن انه وين راح ارجع، وبالتالي الانستركشن اللي او المعامله رقم 101 بدي احطها بعقلي. طبعا كيف الكمبيوتر بيعملها؟ بيخزن البي سي بالميموري اوف زيرو، وبالتالي ميموري اوف زيرو راح تكون هذا عباره عن الريتيرن ادرس او المعامله بدي ارجعها. وبالتالي لما نروح على المقاطعه تبعيتنا نروح ننفذ الامر المقاطعه وبدنا نرجع وبدي انفذ معاملتي بقدر اعرف وينها. ليش؟ لانه انا مخزن رقمها بالميموري اوف زيرو. يعني كمثال بشكل عام. طيب خلينا نشوف مثال على هذا الشيء. اوكي مثال عندنا، اوكي افرض عندنا ميموري، اوكي هذا بيفور انتربت. الان اوكي الان احنا البروجرام كاونتر، الان احنا بننفذ الانستركشن على ال 255 هون قاعدين بننفذ هاي الانستركشن. طبعا البروجرام كاونتر قديش بده يكون؟ 256. احنا زي ما حكينا المره الماضيه البروسيسور او البروجرام بيكون في السي بي يو بينفذ بالانستركشن وعينه على الانستركشن الثانيه. البروجرام كاونتر كانه عباره عن الانستركشن التي تتاليها. فلما اصلا يكون عامل فيتش ديكود وقاعد بيعمل بيكسكيوت لهي الانستركشن، بكون البروجرام كاونتر اصلا زاد بواحد، بالتالي 256. طيب الان افرضوا هسه وصلنا مقاطعه مره ثانيه، بس خليني ارجع على السلايد اللي قبليه. الان احنا وين قاعدين بننفذ بالانستركشن اللي على 255؟ يعني البي سي تاعي 256. اوكي احنا هون يعني بالفيتش ديكود وقاعدين بمرحله الاكسكيوت. هسه وجانا مقاطعه وانا سامح بالمقاطعه، بما انه انا سامح بالمقاطعه معناها الاي انيبل صفر. طب اجانتني مقاطعه، طبعا اجاني انتربت. طبعا كيف اجاني انتربت؟ يعني يا الاف جي اي يا الاف جي او صار واحد، وبالتالي طوال الار ايكوال 1. الان هسه بما انه اجانا مقاطعه طوالي معناته الار راح تصير واحد. الان طبعا كيف الار تصير؟ من خلال الاف جي اي والاف جي او. الان بدنا نبدا بس تخلص الانستركشن راح نبدا بتايم 0 فراح نروح لفوق. الان هل الار ايكوال 1؟ نعم، معناها راح نفوت بانتربت سايكل. طيب اذا كانه انا اجاني مقاطعه وانا هون فبدي افوت بانتربت سايكل. طيب شو بدي اعمل بهاي الحاله؟ طلعوا لي نعمل هذول ثلاث خطوات. ستور ذا ريتيرن ادرس، هسه البي سي راح يتخزن بالميموري اوف زيرو، هاي الميموري تبعيتي، ميموري اوف زيرو صفر معناها راح يتخزن فيه البي سي اللي هو 256. بعدين الواحد حطه بالبي سي، فالبي سي الان بده يصير واحد. الزيرو بالاي انيبل والصفر بالار، ممتاز الار راح يصير صفر. اذا خلصنا هسه راح نبدا من جديد، راح نبدا هون. هل صفر وار؟
هلا قديش الار صفر، معناها راح نفوت انستركشن سايكل، معناها راح نروح نعمل فيش دي كود. فاول ما يفوت راح يعمل فيش دي كود انستركشن، طبعا فيش دي كود والبي سي واحد، معناها راح يعمل لي فيتش للانستركشن هاي. راح نعمل فيتش دي كود اكسكيوت لها. راح سوينا ننتبه الاي انيبل صفر، يعني ممنوع حد يقاطعني اثناء المقاطعه هاي. طيب شو معنى يا شباب انه صفر بان واحد واحد اثنين صفر؟ هاي معناها لما تتنفذ هاي راح لما تتنفذ هاي بدها راح تعمل برانش ان كونديشنالي للواحد واحد. هاي لما ننفذها راح يصير البي سي يا شباب واحد واحد اثنين صفر. طبعا لما نعملها فيتش ديكود اكسكيوت هون، طبعا هذا مستحيل يتغير، فيتش ديكود اكسكيوت صح؟ طيب شو معنى ايوه. طب هاي الجمله شو بتعني؟ هاي الجمله بتعني انه الان اذا لاحظتوا انه لما تخلص هاي الانستركشن راح نطلع لفوق وراح نفوت برضه الار قيمه صفر، فراح نفوت كمان وين بالانستركشن سايكل. يعني بس بعد ما نفذنا هاي الجمله والبي سي صار 1200 معناته راح نفوت بالانستركشن سايكل في دي كود اكسكيوت لاي انستركشن على ال 1120. معناته هاي بعد ما ننفذ هاي الجمله النكست انستركشن راح تتنفذ اللي راح تكون على ال 1120. هذا شو بيعني؟ انه على ال 1120 هي عباره عن البروجرام اللي راح يعالج للانبوت اوتبوت. اذا فبالتالي هو الانبوت اوتبوت بروجرام بالضبط. اذا هو راح يكون الانبوت اوتبوت بروجرام، هذا هو اللي راح يعالج لي العملية الانبوت والاوتبوت. طيب السؤال تاعي الانبوت اوتبوت بروجرام عبارة عن شو؟ ما اصلا ما وصلنا لهاي المرحلة، ما رحنا على ال 1120 الا اذا الا اما انه الاف جي اي واحد او الاف جي او واحد. يعني يا عندي اجاني اشي على يا اشي اجاني وعبالي الانبوت ريجستر، يا الاوتبوت ريجستر فضوه بدنا نعبيه وبالتالي يعني بدي اكتب. هسا السؤال تبعي شو بتتوقعوا يكون الانبوت اوتبوت بروجرام تبعي؟ هي عمليه اما ريد او رايت. طبعا كيف ريد او رايت؟ من خلال الاف جي اي او الاف جي او. مو الانبوت اوتبوت بروجرام هذا عباره عن انبوت واوتبوت بنفع. فشو الكود تبعنا راح يكون؟ طبعا السؤال بدي يكون في لوب تيست تفحص اجاني اف جي اي والاف جي او؟ لا، لان اصلا انا ما وصلت لهذا الجزء من البرنامج تبعي الا اذا 100% ايش؟ عمليه ريد او عمليه رايت. اوكي وصلتني لهون، يعني يا اف جي اي واحد يا الاف جي او واحد. ممتاز، اذا اول خطوه نفحص، يعني ما في لوب، فبنفحص ايش؟ ال بنفحص الاف جي اي. اذا شو هسه عم نكتب له؟ لو بدي اكتب لي الكود بقول له سكيب اوكي. طبعا ها وهذا الكود تبعنا اوكي، هيك راح يكون هذا الكود تبعنا سكيب اي اوكي. الان سكيب اي الان برانش ان كونديشنالي لينكس اوكي، طلعوا هنا برانش ان كونديشن لينكس وهون نيكست. هون بعمل ايش؟ انبوت. اذا لاحظوا هاي شو بتعمل لي؟ اسكي طبعا هون ما في لوبينج زي المره الماضيه، وهنا مشكله اللوبينج انه الانتظار، هون لا اجاني انتربت، معناته يا بيكون اما من انبوت او من اوتبوت، فبنفحص الانبوت اس كي اي. الان الاس كي اي اذا انه سكيب اف انبوت، الان هل في انبوت؟ الان اذا في انبوت راح يعمل سكيب، طبعا بناء على الاف جي اي او الاف جي او. هي الاف جي اي او الاف جي او هي فوتتنا بمرحله الايش؟ الانتربت سايكل اوكي. الان سكيب اف انبوت، الان اذا سكيب اف انبوت معناها راح يعمل سكيب وراح تكون النكست انستركشن هي الانبوت، وبالتالي راح يقرا الانبوت ريجستر وينحط بالاكيوميليتر.
الآن إذا ما في input مش راح يعمل skip، معناها branch unconditional لوين؟ لنكست. أوكي، ما في loop يعني راح يطلع كأنها if statement. يعني إذا في input بده يقرأ، ما فيش input بتوش يقرأ. طب لحظة، إذا هيك كمان بده يتفحص مين؟ بده يتفحص الـ output كمان. فشو بده يكون الكود تبعي؟ راح يكون كالتالي: SKO skip if skip output، يعني إذا في output تعمل skip، والآن branch unconditionally لإكزيت، وإكزيت بتتكون عندي تحت. أوكي، الآن إذا skip output، إذا output اعمل jump عن هاي. طبعا شو jump عن هاي راح يعمل؟ راح يعمل out. يعني إذا في output القصد، أوكي، راح يعمل out، وبالتالي راح يودي لي الأكيوميليتر على مين؟ على الـ output register اللي راح يطلع على الـ output device. طيب، طيب skip if output، إذا ما في output راح يجون branch unconditional exit، هاي بتخليه يعمل jump لهون عشان ما يعمل هاي، لأنه ما في output. يعني إذا ما في output ما بعمل هاي. طيب إذا على الإكزيت بده يكون عامل يا إنبوت يا أوتبوت، يا عامل هنا ثنتين ترى. أوكي، على كلا الحالات بس نخلص بنعمل الآي أون، لازم نعمل آي أون مشان نسمح بإنتربت ثاني. أوكي، آي أون، هاي الآي أون تبعيتي بتا شو تعمل؟ بتا ترجعنا على الوضع الأصلي. الآن هذا الكود أو هذا الانبوت اوتبوت بروجرام تبعي يا شباب، هذا فعليا كالتالي: بفحص إذا في انبوت، تخيل شوفوا مثلا افرضوا الانتربت إجا من انبوت، الآن سكيب اف انبوت، هل إجا من انبوت؟ نعم سكيب، معناها راح يعمله، راح يعمل انبوت، فبالتالي راح يقرأ الانبوت ريجستر ويحط بالأكيوميليتر. طيب بدي يكمل اسكي او، فيش اوتبوت، سكيب اف اوتبوت، ما في اوتبوت، معناها مش راح يعمل سكيب، راح يجي لهون branch exit راح يعمل jump لا exit، I on مشان يفعل الانتربت مشان يعمل enable الانتربت، بس هيك بكون خلص الروتين. إذا هذا الروتين تبعه. بس لحظة، طب خلص، يلا خلصنا هاي، يعني شوفوا برنامجي شغال هون على 255 زي ما اتفقنا. أوكي، إجا انتربت، خلص الانستركشن، فالبروغرام كاونتر وصلوا لواحد، وبعدين واحد احنا حاطين فيها بتوديني على 1120. طب السؤال تبعي، بس خلصنا المقاطعة وخدمنا، هذا بنسميه احنا الروتين تبع الانبوت اوتبوت روتين، هو اللي بيعالج لي او بيعالج لي الانتربت. السؤال تبعي، اذا خلصنا شو الحل؟ اوكي، شو او وين من نروح الان؟ الان المفروض وين نروح؟ نرجع للبرنامج اللي كنا عليه اللي هو على 256، بس كيف بدنا نرجع عليها؟ فآخر جملة لازم تكون 1 بن 0 اللي هو هاي الانستركشن. فبعد ما تتنفذ هاي الانستركشن، هذول الانستركشن كلهم، راح نصل ل 1 بن 0. اوكي؟ 1 بن 0 شو معناها؟ برانش انكونديشنالي اندايركت بس لصفر. هاي شو راح تعمل؟ هاي راح تجيب لي الافكتيف ادرس وتحط لي اياه بالبي سي. شو الافكتيف ادرس؟ ميموري اوف ميموري اوف زيرو، ميموري اوف ميموري اوف عفوا الافكتيف ادرس بهاي الحاله راح تكون ميموري اوف زيرو. اوكي، يعني مش الصفر، هذا مش الصفر هو الافكتيف ادرس، ميموري اوف صفر هو الافكتيف ادرس اللي هو 256، راح يكون بهاي الحالة هو اللي راح يروح على البي سي، فالبي سي راح يصير 256، يعني راح يرجع لوضع الطبيعي. وبالتالي بعد ما نخلص الروتين هذا اللي بيعالج للإنبوت والأوتبوت، النكست فيج ديكود إكسكيوت راح تكون مين؟ راح تكون الانستركشن اللي على 256. يعني زي شخص إجا مقاطعة، وقف، راح نفذ روتين المقاطعة، وبالأخير رجع على المكان اللي كان فيه. طبعا هاي الصفر يعني ليش هيك بنعملها؟ احنا ميموري اوف 0 وميموري اوف 1، البي سي بصير ميموري اوف 1 واخر جمله راح لازم تكون هيك، هذا مشان يعني انه يكون عندنا برنامجنا يعني بنفع على اي ارقام او على اي ادريسز.
يعني مش فقط على ال 256 256، هذا بينفع العملية على أي وين، يعني ال input output program وين ما كان على أي مكان بالذاكرة. أوكي لازم يكون آخر جملة واحد بان زيرو. أوكي الآن فعليا ال interrupt cycle هي hardware implementation أوكي of a branch and save return address operation. أوكي وبصير فيها الأحداث اللي حكينا عنها بالتفصيل، والإنستركشن آخر إنستركشن لازم تكون بالإنبوت أوتبوت بروجرام هي واحد بن إيش زيرو. أوكي وبالتالي هاي هي فكرة الإنتربت ساكل. والآن بناء على الحكي اللي قلناه فالريجستر ترانسفير اوبريشن بالانتربت سايكل راح تكون كالتالي. اوكي الان التي 0 برايم تي 1 برايم تي 2 برايم اي انيبل اف جي اي اور اف جي اي او راح تحط لي واحد بالار 1، يعني عمليه العمليه اوكي راح تصير عندنا، لاحظوا الواحد بالاي بالار 1 راح تصير باي مرحله؟ راح تصير بهاي المرحله. اوكي مرحلة بما معناه لا تي 0 ولا تي 1 ولا تي 2 والاي انيبل، لاحظوا يعني لا تي 0 ولا تي 1 ولا تي 2 ممنوع يصير بالفيج دي كود، من انت بهاي النقطة وبدها تكون الاي انيبل واحد والام الاف جي اي او الاف جي او اللي يكون عندنا اور فعالة، فبالتالي واحد راح تروح بالار، وبالتالي هاي اللي راح تفوتنا وين بالسايكل تبعتي. هسا ار تي 0 ار تي 1 ار تي 2 الان هاي التايم فعليا اللي هذول التي 0 تي 1 تي 2 هن تبعات الانتربت سايكل. اوكي فبعد ما تدرسوهم بالتفصيل راح تشوفوا انه حط لي ار، طبعا كلهم بصيرن على تي 0 تي 1 تي 2 يعني راح نحتاج ل 3 تايم تي 0 تي 1 تي 2 والار لازم تكون اكيد واحد، وبالتالي هي اللي راح تفوتنا. فبالتالي بي سي حطوها ميموري اوف 0، واحد بالبي سي والصفر بالاي انيبل والصفر بالاي ار، هذول بعد ما نحولهن ونحللهن ونرجعهن للار تي ال راح تكون عندنا بالشكل اللي انتم شايفينه، صفر بالاي ار بي سي لتي ار، بعدينك على ار تي 1 التمبرر ريجستر بحطه بالميموري اوف اي ار وصفر بالبروجرام كاونتر. اوكي بعدينك بدي احط ار تي 2 بدي البروجرام كاونتر ازيده بواحد، وبدي افعل الصفر بالاي انيبل والصفر بالار، بدي احطه كمان الصفر بالار وبدي احط صفر بالاي انيبل مشان اوقف اي عمليه انترب، وبدي اعمل صفر بالسيكونس كاونتر مشان يبلش تي 0 تي 1 مشان تايم جديد راح يبلش عندنا. وبالتالي اوكي وبالتالي الانترب سايكل ار تي ال تبعته زي ما انتم شايفين قدامكم. اوكي وبهيك احنا بكون يعني حكينا عن فكره الانتربت بالتفصيل.